كان ليها مؤشر، كان ليها المؤشر وانت بتلعب في وفاق سطيف، صح. فرقة انت كنت كاسبها هنا اعتقد اتنين اتنين اعتقد اه 2-0 اعتقد انت كنت كسبان وفاق سطيف 2-0، تخاف من ايه؟ انت بتلعب، انت رايح تلعب في الجزائر، حته صعبه الجزائر، حته تروح تلعب في الجزائر، في المغرب، في تونس، الدول ديت صعبه. وتقدمت 1-0، انا فاكر الماتش ده 1-0 في الاول. انما انت تروح برضو، بقيت انا اول مره اشوف ما فيش هجمه عايزين نعملها، لولا ان وليد سليمان مهاريا قدر يعدي بواحده اللي هو جابها جون، فالموضوع انتهى. انما كان قبلها لا، انت كسبان وواصل بس انت وحش. فجيت كررتها في الترجي. وطبعا كان الموضوع الاخير ده طبعا بالنسبه لنا كان قاسي جدا يا اسلام، موضوع صن داونز. عماد متعب كان معايا في حلقه وقال لي، قال لي اول مره في حياتي الماتش ده بقى اشوف بركات كده. لا لا، كلمته تقريبا بعد كلمت الماتش عماد، وقلت له اه، قلت له لا اعمل ما كذا اقولكش المكالمه دي كانت عامله، تتخيل انت بقى، انت لو حضرت المكالمه دي هتصدق، قلت ده له مش لا، هو كان قاعد هتصدقها، قدامي كده قلت له بركات، قال لي اه مش هتصدقها اه يا فاهم، انا مش هتصدقها، انا حسيت ان كتير بقى يعني كده. لا هو فعلا كتير، طبعا ما ينفعش طبعا. اهي دي بقى، لا نقول بقى اتغلب حد خمسه لا لا اصلا لا لا ولا لا يعني لا لا قلت لا ده 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 لا ما لا لا تغلبش خمسه، اتغلب انا النادي الاهلي، انا بلعب على بطوله، انا عد كام بطوله افريقيه جبتها السنه اللي فاتت، السنين اللي فاتت جبت انت صح. جبت ايه؟ 2005 و2006 وبعد كده جيت 2007 خسرنا وصلت سبعة النهائي بالتحكيم، فقمت بالتحكيم جايبها 2008 من من الكاميرون من القطن القطن، وبعد كده جبت 2012 2013 صح صح. ولا ما ده صح. فانت بتجيب بكل بطوله افريقيه بالسوبر الافريقي بتاعها، فيعني فانت بعدت عنك فتره كبيره من الفترات. المكالمة كانت عاملة ازاي يا بركات بينك وبين متعب ساعتها؟ انا قلت له انا انا يعني انا